الابنه ديال حفراوي. انطلاقه ديال الشوط، انطلاقه ديال الشوط الاول جائزه اسراء على المسافه ديال 1850 متر. بدايه ممتازه بالنسبه لجولي كور رقم واحد، بينما السو سليم الان ياخذ مبادره في المرتبه الاولى من الناجيه الخارجيه، تقدم ديال رقم سبعه زاويه، ثم كذلك محاوله من جانب رقم خمسه فيتان. للآن يحاول أخذ المرتبة الأولى من جانب ألسو سليما في هذا الأثناء، محاولة كذلك من جهة الحاجز من جانب رقم ثلاثة الجميلية، ويمكننا أن نتابع هنا رقم سبعة. إذا ما زالت خطوط متقاربة جدا بين هذ المشاركين. جولي كيو كيتراجع المرتبة ما قبل الأخيرة، بينما هنا كذلك رقم سبعة الزاوية للآن في مرتبة أخيرة من هذا المسابقة، بينما جولي كيو الآن زوية المديحي يرجع مجددا بالنسبة لهذا المسابقة، الآن كيرجع المرتبة الثالثة وغينافس بقوة على المرتبة الأولى. طريقة جيدة بالنسبة لرقم أربعة ألسو سليما، لحد الآن يأخذ المبادرة. رقم ثلاثة جميلية كتبقى المطاردة الأقرب، وزهير مديح أظن أم أنه ربما محسن لفرم رفقة وردة حارث اللي الآن في المرتبة الثالثة، وزهير مديح بالفعل رقم واحد جولي كور اللي كذلك واحد من المهورة القوية جدا بالنسبة لهذا المسابقة، وربما غيمر الآن المرتبة الثانية وغيتجاوز رقم ثلاثة الجميلية، بينما عثمان الكجل مازال عنده اليد العليا في هذا المسابقة منذ البداية، لكن مازال السباق طويل مسافته 1850 متر، وعثمان الكجل يراقب المنافسة بكل تأكيد. تكون الأمور صعبة مع هذا الخيول، خصوصا بالنسبة للجميلية رقم ثلاثة، وحتى جولي كور رقم واحد وزهير مديحي الآن في المرتبة الثانية ضمن قائمة ركاب المغرب ب 22 انتصار، وعنده ربما فرصة لما لا يتحقق انتصار والانفراد بمركز الوصف لأول مرة في هذا الموسم. إذا انطلق من جانب رقم أربعة ألسو سليما في المرتبة الأولى الجميلية رقم ثلاثة اللي غتكون المنافسة الأقرب بالنسبة لهذا المسابقة، وزهير مديحي اللي يحاول ينطلق من جهة الحاجز من أجل الاقتراب أكثر فأكثر من المقدمة. ألسو سليما في المرتبة الأولى انطلق الجميع، وزهير مديحي اللي كيغير الخط ديالو كيمر الجهة الخارجية في محاولة، لكن كيتعطل بشكل كبير جدا، يخلي فرصة لكل المشاركين الآخرين خصوصا الجميلية اللي غتبقى المنافسة الأقرب لرقم هنا. كنشوفوا انطلاقة ديال ألسو سليما رقم أربعة اللي غادي يفوز عثمان الكجل الانتصار رقم 14، لكن رقم 9 غيحاول ينطلق في الامتار الاخيره، لكن محاوله باءت بالفشل في النهايه، وبالتاكيد عثمان الكجل يحتفظ بالمرتبه الاولى في هذا السباق الاول. اذا هنا رقم 4 ألسو سليما هي المهره اللي فاز بهذا الشوط الاول رفقة الركيب عثمان الكجل. الان كيزيد يقرب اكيد من المراتب الممتازه ضمن قائمه الركاب، عنده الان 14 انتصار كواحد من احسن المواسم ديال عثمان الكجل. إذا هذا كان هو السباق الأول لحظة تلتقم نتائج الوصول المؤقت.